صباح الخير والسعادة والأمل مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار. عمرو صباح الخير. صباح الخير يا أمل. صباح الخير مشاهدينا الكرام، يوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله، يكون مليء بالعمل والأمل والعمل، فقرات متنوعة مع حضراتكم إن شاء الله النهاردة، يا رب تفوز رضا حضراتكم. نبتديها إن شاء الله بموضوع فني شوية، في بيتنا نور، رواية لدعم ذوي الإعاقة باستخدام عرائس الكروشيه وبتحصد جوائز عربية عديدة. كمان معانا موضوع آخر، إحنا عارفين طبعا أنه في مصر في أنواع مختلفة من السياحة، السياحة الدينية، السياحة العلاجية، السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، ويمكن في سياق السياحة الثقافية على وجه الخصوص حقيقة تم اكتشاف في عام 2019 أكثر من 18 أثر، وده طبعا يعتبر شيء مهم جدا وشيء يضاف إلى الاستكشافات اللي بتتم حقيقة يوم بعد الآخر في مصر، وبتؤكد جهود الأثريين في هذا السياق وفي هذا المجال، وطبعا مهم تسويق هذه الاكتشافات الأثرية المختلفة بما يتناسب مع مكانة وحضارة وثقافة مصر. إن شاء الله كمان لسه أمل في 2020 اكتشافات بقى جديدة بإذن الله. إن شاء الله. كان طبعا الأمين العام الخاص بمجلس الآثار طبعا دكتور مصطفى وزيري، لنا تصريحات حصرية من الأخبار إن الشهر ده بإذن الله هيكون في مجموعة جديدة من الاكتشافات، إن شاء الله تكون كبيرة بإذن الله، كل التوفيق لمصر إن شاء الله ومزيد من الاكتشافات الأثرية بإذن الله. كمان عندنا النهاردة فقرات متنوعة من الصحافة صحيح. وكمان أخبار اقتصادية ورياضية. صحيح، ومجموعة طبعا منوعة من أخبارنا الصباحية والتقارير المختلفة، بنتمنى إن هي تحوز على إعجاب حضراتكم النهاردة، متواصلين معاكم في هذا الصباح وباقة منوعة بعد هذا الفاصل مباشرة. تواصل مديريات الأمن بوزارة الداخلية المشاركة في فعاليات المرحلة 11 من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. أمل الموضوع ده موضوع مهم جدا، وبيوفر طبعا يعني بيوفر لكل المواطنين المصريين الأسعار بصورة مناسبة جدا، وتكون الأسعار متواجدة كمان أو المنافذ متواجدة في كل مكان في مصر، مش بس المنافذ الخاصة بأمان الخاصة بوزارة الداخلية أو حتى المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة، لا ده كمان في العديد والعديد من المحال التجارية مشاركة، سواء حتى محال كبيرة جدا أو هايبر ماركت زي ما بيسموها. صحيح. أو حتى محلات صغيرة مشاركة في كل أنحاء الجمهورية عشان توفر السلع بأسعار مناسبة في متناول المواطنين. نشوف التقرير ده محضرتنا الجمهورة. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. هذا الزحام الكبير من المواطنين هو لشراء سلع أساسية بأسعار مخفضة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 11 منها بمناسبة عيد الشرطة. التخفيضات وصلت نسبتها إلى 30% وأكثر، وجاء إطلاق هذه المرحلة بعد تنسيق مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية الذين وفروا هذه السلع بالتخفيضات المعلنة. دي المبادرة رقم 11 اللي احنا بنشارك فيها، وطبعا الحمد لله احنا بنحاول يعني بجهد ان احنا نوفر السلع والمستلزمات الأساسية للبيت المصري بأسعار مخفضة جدا. احنا النهاردة عاملين عرض 50% بمناسبة هذه المبادرة. نسب الخصم فيها بتيجي أكتر أعلى من الأيام العادية، ما بين بتتراوح ما بين 35 أو 40، وبتيجي في بعض الأصناف 50% طبعا نص الخصم، عشان خاطر نقدر إن احنا يحس بها المواطن. نحرص على إن كل مبادرة تكون أفضل من السابقة ويكون فيها تجديد. السلع تتوافر في فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية وبجودة عالية،
وللتيسير على المواطنين في معرفة السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إضافة إلى لافتات تنتشر على مداخل هذه السلاسل، فيما أبدى المواطنون سعادة كبيرة بهذه المبادرة التي تتيح لهم شراء احتياجاتهم دون تحمل أعباء إضافية. أنا بشكر سيادة الرئيس بمناسبة المبادرة ديت، وبشكره طبعا على المبادرة دي، يا رب تكون طول السنة، وبهنيهم طبعا بعيد الشرطة، كل سنة وهم طيبين وكل الشرطة بخير، وإن شاء الله مصر تبقى دايما في تقدم وتبقى في أحسن حال إن شاء الله. والمبادرة طبعا بتساعد الكل، وكل واحد عارف يشتري اللي هو محتاج، كيس سكر بخمسة جنيه، كيس الرز بستة جنيه، حاجات طبعا كلها مفتوحه للجميع. في شكاره رز 5 كيلو ب 20 جنيه، حاجه ممتازه جدا طبعا. بصراحه المبادره كويسه جدا، والاسعار في متناول للجميع، والتخفيضات كلها كويسه، والاسعار كلها بيعتبر بربع الثمن. المبادره دي كويسه والناس مبسوطه منها، وزي ما انت شايف زحمه اهوت، على ان الناس بتاخد احتياجاتها من كل حاجه. نسب التخفيض كتير، ده واصله لاكثر من 30-40%، خاصة في اللحوم والحاجات دي. عايز اقول لحضرتك احنا جايين من اخر الدنيا عشان نجيب طلبات من هنا، من الاسعار الجميله اللي احنا شفناها. كما تم بالتنسيق مع مديريات الامن على مستوى الجمهوريه اقامه شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائيه باسعار مخفضه عن مثيلاتها بالاسواق، واطلعت منظومه امان للمنتجات الغذائيه التابعه لوزاره الداخليه بالمشاركه الفعاله في المبادره لتلبيه احتياجات المواطنين من خلال تجهيز العديد من المنافذ الثابته والمتحركه بمختلف المحافظات. وتاتي هذه المبادره التي اطلقتها وزاره الداخليه بكافه مراحلها تماشيا مع توجيهات القياده السياسيه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة، بما يضمن منع الاحتكار والمغالاة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. يعكس هذا الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء السلع الأساسية مدى ما تتمتع به مبادرة كلنا واحد من مصداقية كبيرة في التخفيضات على الأسعار المختلفة، من أجل أن يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين. عبد الله بركات، للتلفزيون المصري. طبعا في مصر في الكثير والعديد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المختلفة اللي بتهتم بالشؤون الطبية والعلمية والعلاجية ومتابعة الجديد في هذا الملف الهام والحيوي اللي بيهم بطبيعة الأحوال قطاع كبير جدا من الشعب المصري. ويمكن في هذا السياق وفي هذا الإطار نظمت الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي المؤتمر الدولي الخامس للعلاج النفسي الجماعي. طبعا العلاج الجماعي اصبح من العلاجات المهمه جدا، مش بس كمان في الطب النفسي، لا كمان في كل انواع الطب. يمكن كمان المحاربات السرطان اللي احنا شفناهم بالامس، وكان طبعا موجودين احد القنوات، وطبعا الموضوع العلاج الجماعي اصبح من العلاجات المهمه جدا، اللي كله بيشجع كله او كله يعني بيعضد من التاني، فبالتالي الامور بتمشي افضل كتير. المؤتمر كمان بيهدف لتبادل الخبرات بين مدارس العلاج النفسي الجماعي بمختلف دول العالم، واستعراض احدث التقنيات العالميه في مجال العلاج النفسي وبخاصه لدى الاطفال والمراهقين. شوف التقرير مع حضرتك. العلاج النفسي الجماعي هو شكل من اشكال العلاج النفسي من خلال معالج واحد او اكثر لعلاج مجموعه صغيره من العملاء معا كمجموعه، والذي يتضمن العلاج السلوكي المعرفي او العلاج بين الاشخاص، والذي يعد احد الاساليب المستحدثه في العلاج النفسي. وهو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الجماعي النفسي. أهم حاجة أن أنت بتحاول أن الناس اللي هم في المجموعة العلاجية بيلتزموا بقواعد معينة، وبالتالي هتلاقي أن الناس هم بعد شوية هم اللي أصلا بيساعدوا بعضهم بعض. فلما تلاقي حد بيكتشف حاجات جديدة في نفسه، ده بيسمع عند الآخرين، وكل واحد يعني أهم حاجة اكتشاف الذات، وإن أنا أصلح علاقتي بنفسي أولا، فبالتالي بتنصلح علاقتي بالآخرين وبربنا. في طريقة جديدة مصرية اسمها طريقة الخطوات الأربعة، بنشوف إن كل الأمراض أو الأعراض النفسية بيبقى وراها احتياجات نفسية بسيطة جدا، إن حد محتاج يتشاف، حد محتاج يتحب، حد محتاج يتقدر، حد محتاج اهتمام بدون شروط، وهكذا. نشوف قد إيه عدم إشباع هذه الاحتياجات في الطفولة ممكن يؤدي لأمراض نفسية وإحنا كبار. فإحنا عملنا طريقة نحاول نوصل بيها
لهذه الاحتياجات وما بني عليها من قرارات نفسية وصلت بعض الناس لأمراض نفسية. كما كشف الأطباء المختصون خلال المؤتمر عن أشكال أكثر تخصصا في العلاجات التعبيرية غير اللفظية مثل العلاج بالفن والموسيقى. نفس عميق ومتسارع مع موسيقى بترتيب معين وموسيقى لها نوعية معينة، فبتخلي الناس تدخل في حالة من الوعي المتسع، بياخد الواحد لحالة من الوعي المتسع. وقيمتها العلاجية ان الواحد بيقدر يلج الى محتويات اللاوعي اللي المشاعر المكبوتة، الجروح النفسية من الصغر. تقنية مستحدثة حملها المؤتمر خلال العلاج الجماعي النفسي، والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق العلاج الناجع لأمراض عجزت عنها الطرق التقليدية في العلاج. محمد حلمي، التلفزيون المصري. مساعد رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية دكتور خالد قابيل قال حقيقة في تصريح له أنه جائزة الطبيب العربي في أول اجتماع له سوف تتولى بحث ودراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء. يعني كان بيتكلم على المعايير العامة أو الشروط اللي المفروض أن هي تكون متوفرة للأطباء من أجل الحصول على هذه الجائزة اللي بتحمل عنوان الطبيب العربي. طيب، جاء ذلك كله في تصريحات خاصة للنيل الأخبار على هامش الاجتماع الأول للجنة الجائزة الطبيب الأول العربي واللي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هو طبعا فكرة جميلة جدا أقرها وزراء الصحة العرب في مكتبهم التنفيذي على غرار منظمة الصحة العالمية WHO إن هي عاملة يوم للصحة العالمي، فكون ان الجول العربية تجتمع ويبقى فيه يوم للطبيب العربي دي حاجة جميلة، وهتحفز جميع الأطباء في الدول العربية ان هم يعملوا مبادرات مجتمعية على مستوى الدول العربية كي يحظوا بالترشيح، وبالتالي يبقى من نصيب أحدهم الفوز. عدد الدول المشاركة وأرسلت ترشيحات هي 6 دول، فعندنا 6 مرشحين، ولجنة الحكم اللي موجودة ومشكلة هي من 5 من كبار الأطباء العرب المتخصصين للحكم على 6 مرشحين واختيار المرشح اللي هيتم إعلانه وإعلان اسمه في اجتماع وزراء الصحة العرب. في الحقيقة في قطعة أثرية يعني تكون مهمة جدا، وطبعا تم استخراجها من الركام والوحل، تجذب القطعة الأثرية دي في الحقيقة طبعا زوار غير عاديين في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وبتعرض أثار رومانية وبيزنطية تم استخراجها عن طريق الفنان التشكيلي نهاد أبو نحلة المؤسسة والمشاركة لمتحف القرارة الثقافي. هاي هذا المتحف مليء بالكنوز الأثرية المختلفة والمنوعة. افتتح المتحف في عام 2016 داخل بيت صغير في مدينة خان يونس بقطاع غزة، وقالت نهاد أنه يعني هذا المتحف مفتوح مجانا لأهل القطاع وحقيقة بيجذب زوار بشكل يومي. وقالت أيضا أن القطع الأثرية بالمتحف معظمها صخرية تعود إلى الحقبة الكنعانية ورومانية والبيزنطية والإسلامية، وبتقدم للفلسطينيين في القطاع الساحلي، بتقدم لهم لمحة عن تاريخهم بشكل عام. طيب، دي طبعا مع حضراتكم شايفين الأثار بيتم طبعا إعادة صيانتها من جديد يعني، وإعادة الترميم الخاص بيها، وطبعا ده الترميم عشان ترجع لسابق عادة حتى لو بجزء يسير بعد ما طبعا تركنا تحت الركام وتحت طبعا الوحل والطين لفترات طويلة من الزمن، أثر طبعا على كفائتها بشكل كبير. الفنون الكلاسيكية أو الفنون التقليدية يمكن تجاوزت الحدود في ثوب جديد، متجاوزة فكرة الألواح الزيتية على القماش أو التماثيل الحجرية، ولكن دلوقتي حقيقة بقينا نشوف أشكال فنية بديعة ومتميزة وجميلة جدا، ولكن بتكون معتمدة على عنصر الطعام. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي في هذا
المعرض بعض الإبداعات الفنية اللي بتعتمد على الأشكال المختلفة من الأطعمة، وده تحديدا كان في مدينة نيويورك بولاية مانهاتن الأمريكية. طبعا ده افتتاح لمعرض بيطلق عليه معرض الفواكه والخضروات وسلطة الفاكهة والخضروات، ويرحب بالجمهور اللي بيشارك وبيشاهد في فن صناعة السلطة. المعرض بيبدأ بعرض كمية وفيرة جدا من الفواكه والخضروات الموضوعة فوق قاعدة شجرية القيقب في قاعة عرض ويتني بالدور الثامن، وبتتضمن قائمة الخضروات والفاكهة الموز والشمر والقرع. ثم بيأتي أعضاء من العاملين في المتحف لالتقاط بعض من هذه الفواكه والخضروات قبل أن ينقلوها للمطبخ، وبيصنعوا أكبر طبق سلطة. بتستغرق هذه العملية حوالي نصف ساعة، ولا يتم السماح لجمهور المعرض بحضور عملية الإعداد، ولكن يمكنهم مشاهدتها عبر شاشات عرض موضوعة في المعرض، ويتم زخرفة المنتج النهائي وتقديمه للجمهور في أكواب. بيعد هذا المعرض احتفال بالفواكه والخضروات الملونة مع الإشارة من خلاله لهذا النوع إلى ظاهرة التغير المناخي وتأثيره على البيئة بشكل مدمر بكل أسف. دايما حقيقة الزعماء والرؤساء والقادة بتلاحقهم وسائل الإعلام بشكل كبير جدا، وعدسات الكاميرات بتحاول بشكل أو بآخر إن هي ترصد كل كبيرة وصغيرة وتفاصيلهم اليومية، مش بس التفاصيل المرتبطة بالعمل السياسي أو العمل الأمني أو العمل الميداني، ولكن التفاصيل المتعلقة بالجوانب الإنسانية ربما، أو الجانب المتصل بمساعدة مساحة الترفيه عند يعني بعض هؤلاء الزعماء أو القادة أو الرؤساء. ويمكن في هذا السياق بث الكرملين لقطات من أرشيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرقص مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في سوتشي عام 2008. أنا ممكن نقول بأمل ليه ما تفرقوا السياسة يجمعوا الرقص يعني. صحيح. بس طبعا الفيديو ده نشر في إطار مشروع الكرملين للاحتفال بمرور حوالي 20 عام على استلام بوتين للسلطة، وكان بوش في زيارة رسمية لروسيا عام 2008، وكانت الأخيرة كمان اللي بيلتقي فيها الزعيمين كرئيسين. بنروح لخبر تاني، والباندا وتحديدا من حديقة حيوان موسكو. الحديقة دي حقيقة نشرت فيديو لحيوان الباندا العملاقة دينج دينج وهي تلهو وتلعب في الثلوج، وكان في هذه الحديقة شجرة الكريسماس، وحاولت الباندا دينج دينج العملاقة ان هي تتسلق هذه الشجرة، ويمكن ده اللي هنشوفه دلوقتي في الفيديو. دينج دينج بتكبر على ايدينا، خدي بالك. فهي زي ما احنا شايفين هي بتحاول ان هي تتسلق شجره الكريسماس، بس في الغالب هتاخدها وتقع دلوقتي ويعد طبعا دينج دينج من الباندات المشهوره جدا، وعاده طبعا في حديقه موسكو بتجمع اشجار الكريسماس التي لم تباع اثناء الاعياد، ويتم وضعها طبعا في اماكن للحيوانات عشان تلهو بيها. ودينج دينج حيوان باندا اخر رويي، ويتم تسليمهم لحديقة حيوان موسكو في إبريل من عام 2019 في الصين لمدة 15 سنة في إطار تقوية أواصر وعلاقات الصداقة القوية جدا بين البلدين. في المكسيك حقيقة اللي بيمارس يعني مهنة الخياطة أو التفصيل أو حياكة الأزياء بأشكالها وأنواعها المختلفة النساء، وقليل جدا في المكسيك لما تلاقي حد يعني راجل بيخيط بيخيط، هم بيقولوا كده يعني. ماشي، ليه بقى؟ معرفش ليه يعني، بس هي تقريبا جزء من ثقافة المجتمع يعني، كل دولة وكل شعب بيبقى فيه ثقافة معينة، ممكن تلاقي المسموح في دولة ممنوع في دولة أخرى يعني. فهي بتبقى جزء من الثقافة أو التكوين الفكري لبعض الدول وبعض الشعوب. ولكن حقيقة في راجل اسمه ألبرتو لوبيز في المكسيك يعني بيحب جدا فكرة الحياكة والتفصيل، بالنسبة له يعني موهبة كبيرة، هو حب ان هو يفعل هذه الموهبة في ان هو يشتغل بالفعل ويعمل مشروعات مختلفة في سياق يعني مهنة الحياكة او التفصيل. ويعني هو بيقول على لسانه في تصريحه ان هو تحدى الصعاب او تحدى المستحيل
مستحيل ان هو اقدم على ممارسه مهنه من المفترض ان هي مش ممنوعه بشكل رسمي وصريح، ولكن ممنوعه في اطار الاعراف الثقافيه والمجتمعيه في المكسيك. كمان هيقوم لوبيز البالغ من عمره حوالي 31 عام بعرض فنه في مؤتمر بجامعة هارفارد ثم عرضه بنيويورك، وبتحتفل بنمط حياة السكان الأصليين عشية أسبوع الموضة العالمي الشهير اللي بتستضيفه المدينة واللي يروج فيه كبار مصممي الأزياء لخطوط إنتاجهم الجديدة. ويمتلك لوبيز في مدينة سان كريستوبال دي لاس كاساس، دي كل اسم دي مدينة؟ سان كريستوبال دي لاس كاساس يعني فهم كبيرة جدا، اللي بتقع في منطقة المرتفعات الوسطى في المكسيك. بيقوم طبعا بصناعة رداء اليوبي يدويا من خيوط القطن والصوف والأصباغ الطبيعية لخلق نماذج بتمتلئ بالألوان. حقيقة من الأمور الطريفة أنه في زوجين في الفلبين تحديدا، يعني أو قبل ما يبقوا زوجين، يعني في مرحلة يعني زي ما احنا التعارف مرحلة الخطوبة يعني مش أي حاجة مرحلة الخطوبة، يعني في عندهم في الفلبين في فترة معينة بيبقى بيجي يعني بركان اسمه تال، خدهم وراح ولا إيه اللي حصل؟ لا ما خدهمش وراح، يعني رغم أن هم عارفين انه يعني في البركان ده وان في ظروف صعبه وان الاجواء ما تسمحش ابدا بان هم يعني يقيموا مراسم الزفاف ويتجوزوا وكده، بس واضح ان قصه الحب العمياء دي فاهمه المشتعله والملتهبه ما بينهم خلتهم ان هم لا ما يفرقش معاهم ان في بركان او ما فيش بركان، لا هيعملوا أيوة الفرح بتاعهم ويتجوزوا. هو حتى يروح حتى لفه البركان ويتجوزوا يعني؟ ما يعني طب ما يروح الشارع يعني التاني مثلا، مش لازم المنطقه دي عشان يعني يثبتوا قد ايه انه حبهم يعني ورغبتهم في الارتباط اقوى من اي بركان، من اي بركان يعني فاهمه يعني اي حاجه يعني اللي هم يعني في ناس احيانا على فكره بتقدم على الافكار اللي عشان تبدو غريبة عشان احنا نتكلم عنهم او يتم تسويقهم في وسائل الاعلام، اللي هم يعملوا شيء يعني غير مألوف او غير تقليدي وبالتالي يعني يثير انتباه المتابع ليهم يعني. طيب في الحقيقه برضو السلطات الفلبينيه اجبرت اكثر من حوالي 24 ألف شخص على اخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية اللي يقع فيها بركان تال إلى الجنوب وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة به مباشرة. طيب احنا بنروح لخبر تاني وتحديدا من مدينة مالبورن بأستراليا اللي بتشهد حقيقة تلوث غير مسبوق، ده بسبب حرائق الغابات المستعرة في عموم البلاد منذ عدة شهور وانتشار أعمدة دخان الكثيف في محيط هذه المناطق المنكوبة. طبعا بكل أسف حرائق أستراليا يعني تسببت في حوالي نفوق، وطبعا يعني التلوث بيه الكبير أثر على الحياة وتوازن الحياة الطبيعية هناك، حوالي مليون لا مليار حيوان تم طبعا للأسف القضاء عليه في هذه الحرائق المستمرة منذ أشهر طويلة، ويحاول الجميع طبعا المشاركة والمساهمة في إطفاء هذه الحرائق، وحتى الأستراليا استدعت كل قوات الاحتياط عشان يكونوا موجودين في هذا المكان ويتم طبعا المساعدة والمساهمة في إطفاء الحرائق. قتل 6 أشخاص على الأقل وفقد 4 إثر سقوط حافلة في حفرة عمقها 80 متر، وده كان في مدينة تشينغ شمال غرب الصين. طبعا 80 متر ده رقم كبير جدا يعني. طيب أثر مقطع الفيديو اللي التقطته الكاميرات الأمنية ونشر على موقع التواصل الاجتماعي الشاحنة بعد سقوطها في الحفرة بينما ركض بعض المرة بحثا عن مكان آمن، وأرسل حوالي 1000 عامل إغاثة و30 مركبة لموقع الحادث ونقل 16 شخص إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، واستخدم رجال الإنقاذ حفارات وشاحنات وغيرها من المعدات للحفر حول هذا الانهيار. دلوقتي معادنا مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة أصحابنا في هذه الوقت الرياضية بعد الفاصل، الزميلة حنان الخولي ابقوا معنا.